السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وجميلة. ونستكمل اليوم درس جميل جدا عن الهمزة اللي مزعلة الناس ومش مخليهم مركزين. سهلة خالص وهناخدها بالترتيب. هناخد الأول الهمزة على ياء أو على نبرة اللي هي مزعلة الناس دي. ركز معايا كويس جدا. لما نيجي نتكلم في موضوع الهمزة، الهمزة عبارة عن ثلاث حركات. ثلاث حركات. أقوى الحركات في الهمزة الكسرة، اللي احنا ناخدها اليوم إن شاء الله النهاردة. الكسرة. أقوى حاجة. اللي بعديها الضمة. اللي بعديها الفتحة. اللي بعدها السكون. بس السكون مش حركة على فكرة. السكون دي مش حركة من ضمن الحركات، الحركة هي الكسرة والفتحة والضمة، أما السكون دي بنقول عليها علامة، يعني علامة وقف. علامة وقف وليست إيه؟ وليست حركة. نركز بقى، ونقول أقوى الحركات الكسرة اللي إحنا هناخدها اليوم إن شاء الله، الكسرة. يعني إيه الكسرة؟ ويعني إيه الضمة؟ ويعني ايه الفتحة؟ والسكون. يعني ايه الكلام ده؟ ركز معايا. الهمزة عندي، ركز معايا بكل سهولة هتقدر تعرف الهمزة. الهمزة لو مكسورة، ركز، مكسورة أو الحرف اللي قبلها مكسور تكتب على نبرة أو على ياء. كده؟ عشان ما نقولش ايه؟ مكسورة وما قبلها مفتوح، مكسورة وما قبلها مضموم، مكسورة وما قبلها، لا 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 خالص. ركز. الهمزة مكسورة وما قبلها أي حاجة مفتوح مضموم مش مشكلة، تكتب على ياء. طب الهمزة هنا يا أستاذ هي نفسها مش مكسورة. تمام. لو اللي قبلها مكسور تكتب على ياء. يبقى الهمزة عندي لها، على فكرة الهمزة اللي عليها لها ثلاث قواعد. القاعدة الأولى إن هي تكون مكسورة. زي إيه؟ سئل، سئل، الهمزة كده مكسورة. سئل، الهمزة مكسورة. ما يلزمنيش بقى الحرف اللي قبليها. طب تمام. الهمزة بقى مش مكسورة. زي إيه؟ زي إيه؟ فئة. في ده الهمزه مفتوحه يا استاذ. تمام. الهمزه مفتوحه، ركز بقى معايا، الهمزه مفتوحه لو اللي قبلها مكسور تكتب على نبر. يبقى بكل سهوله اذا كانت مكسوره او اللي قبلها مكسور. لو كانت مكسوره خلاص تكتب على نبر. طب هي مش مكسوره بس اللي قبلها مكسور تكتب برضو على نبر او على ياء. تمام كده؟ خلاص؟ باي شكل بقى، قبلها مكسور، قبلها مضموم، قبلها لو هي مكسوره وقبلها مفتوح او مكسور، مكسوره وقبلها مكسور او مفتوح او مضموم تكتب على ياء. طب هي نفسها مش مكسوره بقى، ده هي مفتوحه او مضمومه او ساكنه حتى، واللي قبلها مكسور تكتب على ياء. يبقى احنا نستخلص من القاعده دي حاجتين اتنين. الهمزة إذا كانت مكسورة ما يلزمنيش بقى الحرف اللي قبلها شكله إيه. طب إذا كانت هي بقى ما هيش مكسورة عليها فتحة أو كسرة أو ضمة، أشوف الحرف اللي قبليها. لو الحرف اللي قبلها مكسور تكتب برضو على نبرة. ندي أمثلة وناخد مثال النهاردة. أمثلة خفيفة. زي كلمة إيه؟ اللي هناخدها إن شاء الله النهاردة، كلمة إيه؟ الآية القرآنية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن شكرتم لأزيدنكم. و واحنا قلنا الواو ممكن تكون حرف زائد. تمام. والواو دائما مفتوحه، يبقى الواو. و ولا ولا لا لا، اوعى تقول لي في الف هنا لان اللام هنا مفتوحه. ولا، يبقى لا. لا ولا إيه، شوف شوف شوف، ولا إيه، قال لا
ده الهمزة هنا مكسورة. اوعى تكتب لي ألف تحتيها همزة. لا 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 خالص. ولا إي إي ده الهمزة مكسورة. يبقى تكتب على إيه؟ على نبرة. ولا إي. أمال إيه بقى الأقوى الحركات الكسرة والضمة؟ تمام. كلمة أقوى الحركات الكسرة يعني إيه؟ يعني لو الهمزة مكسورة تكتب على نبرة. طب لو الهمزة مضمومة واللي قبلها مكسور تكتب على نبر. لو الهمزة مفتوحة واللي قبلها مكسور تكتب على نبر. لو الهمزة ساكنة واللي قبلها مكسور تكتب على نبر. عرفت بقى؟ ها؟ عرفت ماشية ازاي؟ لو الهمزة مكسورة خلاص عرفنا زي دي كده تكتب على نبر خلاص. طب هي مش مكسور زي اس يعني ايه؟ فئة. فئة. في ا مفتوحه ايه؟ مفتوحه ايه؟ بس الحرف الفاء مكسور. في فئه. في يبقى اللي قبلها مكسور تكتب على نبر بكل سهوله. نتعلم بقى. ها اذا كانت مكسوره ما يلزمنيش اشوف الحرف اللي قبليها. طب هي مش مكسوره بقى والحرف اللي قبلها هو اللي مكسور تكتب برضه على نبر. لان إن مش هنكمل شكرتم لأزينانكم إلا من خلص قاعدة الهمزة الإيه؟ اللي المكسورة. تمام. بنقول إيه؟ سئل. 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 الهمزة هنا فين؟ سئل. سئل. ها سو اي الهمزه هنا فين؟ برافو عليه على نبره. سو سو اي طالما قال الهمزه مكسوره تكتب على نبره على طول ما يلزمنيش الحرف اللي قبليه. ده كان مفتوح بس هي مكسوره تكتب على نبره. ده مضموم بس هي مكسوره تكتب برضه على نبره. سو اي سو اي لا اللام بتاعتنا الجميل. طيب نقول في كمان قاعده بس مش هنقولها دلوقتي. ماشي. هنقول كلمه ايه؟ ذئب. 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 لا ده الهمزه هنا مش مكسوره خالص يا استاذ. ده الهمزه كده هنا عليها ايه؟ علامه السكون. ذئ. تمام. الهمزه هنا عليها علامة الايه؟ السكون. ليه علامة السكون يا أستاذ؟ لأن نطقة الزال مع الهمزة. ذئ. أهي. ذئ. ما بصش للهمزة بقى. هنا ما انظرش للهمزة خالص، أنظر للحرف اللي قبليه. حرف اللي قبلها مكسور؟ أه يبقى تكتب على نبر. تمام؟ ها؟ ذئب أهي. ذئب. ذئب. طيب تمام. فئة. فئة. طب هناخد كلمة فئة الأول. فئة. وركز بقى عشان أقولها التنوين أهو بقى تاني. في يبقى الفاء. في. فئة. اوعى تكتب لي ألف عليه همز. لا خالص. في ا الفاء هنا ايه؟ مكسوره؟ ها؟ يبقى لو جه بعدها همزه تبقى على نبره. ايه رايك بقى؟ هقول لك على حاجه، لو الحرف مكسور وجه بعديه همزه يبقى على نبره. سهله دي؟ لو الحرف اللي قبل الهمزه مكسور وجه بعديه همزه، الهمزه تكتب على نبره. تمام؟ طب لو الهمزه هي مكسوره بطبيعتها، خلاص تكتب على نبره. تمام؟ يبقى سهله؟ سهلة. يا إما الهمزة تيجي مكسورة يا إما اللي قبلها يجي مكسور. لكن في بعض شواذ في الهمزة في القواعد في قاعدة الهمزة. زي كلمة إيه؟ بيئة.
بي يبقى الباء، بي يبقى الباء مكسوره. بس الف بي ده باء مد بالياء يا استاذ. تمام. صح. بي ا انت قلت لي ايه يا استاذ؟ قلت لي يا اما مكسوره يا اما الحرف اللي قبلها مكسور. صح. الجزء الثالث من القاعده دي بقى، اذا سبقت الهمزه، اذا سبق الهمزه، اذا سبق الهمزه ياء مد، ياء مد اهي مكسوره اهي بي، انا ماليش دعوه بقى دي خالص. الباء هنا ايه؟ مكسوره، مكسوره دي مد، ده الباء هي اللي ممدوده، يبقى اذا الباء اصلا مكسوره. تمام. وجي بعدها همزه، تكتب الهمزه برضو على نبره. بيئة تن، تن اكتب انهي تاء يا استاذ؟ التاء المفتوحة ولا التاء المربوطة ولا تاء ونون؟ واحط عليهم ضمة وسكون. تن. حلو. نفصل فيها الأول، ماليش دعوة تن دي. بيئة تو، تو مش قال لي تون، تو تون يبقى تو، التاء عليها ضم تو. ها بي تو، طب هي تاء مفتوحة ولا تاء مربوطة؟ هحط مكانها ايه؟ هاء ساكنة. مش قلنا ده الحكم بتاعنا؟ الحكم بتاعنا هنا ايه؟ الهاء الساكنة، الهاء الايه؟ الساكنة، يعني عليها سكون. قول ايه؟ بيئة، بيئة. تصدق ما اتغيرتش؟ طالما ما اتغيرتش الكلمة يبقى هي في الأصل تاء مربوطة. إذا التاء المربوطة، إذا الكلمة قبلت أن تكون هاء ساكنة فيبقى تبقى هي تاء مربوطة. بيئة تو. قال لي إيه؟ بيئة تو، تو أهي. بس قال لي تن، 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 ده تاء ونون يا استاذ. لا مش تاء ونون. اولا لاني انتهت بتاء مربوطه، والتاء المربوطه لا يجوز وضع اي حرف بعديها. تمام. يبقى عرفنا ان هي تاء مربوطه. طيب واحد تاني كتبها لي تاء مفتوحه، بي ا تو. انا مش هعرف يكتبها ازاي اهي، وكتبها كلها غلط. كلها غلط. ليه كلها غلط؟ لأن قال لي إيه؟ قال لي إذا كانت الهمزة يسبقها مد بالياء كتبت على نبر، يبقى ما ينفعش تكتب على ألف. قال لي أول حاجة كتبها تاء مفتوحة وهي غلط. ليه؟ لأن هي المفروض هحط الأول حرف الهاء مكانها. إذا قبلت حرف الهاء الساكنة يبقى هي مش تاء مفتوحة، تبقى تاء مربوطة. يبقى نعدلها بقى زي ما عدلناها كده، بي أتو. تمام. ركز معايا، بس قال لي بي أتون، تون، هشيل النون من النطق. ها؟ بي أتو، بيئة الرجل نظيفة. ماشي. البيئة نظيفة، البيئة يعني المكان، هنا معناها المكان. البيئة نظيفة أو البيئة جميلة، المكان جميل. البيئة ده احنا مستغنين عن النون، يبقى مفيش تنوين، يبقى مفيش نون أصلا زي دي. لا مفيش نون، ده هي إيه؟ تنوين. يبقى أحط لها كمان ضمة. نرجع للطبيعة بتاعتنا ونقول الهمزة المكسورة معروفة إنها تتحط على نبرة. سائل، طالما مكسورة ما بصش للحرف اللي قبليها. طب لو هي مش مكسورة بقى أشوف اللي قبليها، لو اللي قبلها مكسورة تتحط برضه على نبرة، توضع برضه على نبرة. طيب لو اللي قبلها مد بالياء برضه توضع على نبرة. برضه توضع على إيه؟ على نبرة. تمام؟ طيب
طب في كلمة غريبة شوية لها قاعدة بعض الدول العربية شغالين بيها ومصر وليبيا شغالين بيها بقاعدة تانية، زي كلمة ايه؟ هيئة، هيئة السكة الحديد مثلا، هي ده الهاء مفتوح، هي والياء عليها سكون، والهمزة مفتوح، والهمزة مفتوح في مصر وفي تقريبا في دولة ليبيا بتكتب على نبرة، بتكتب على نبرة رغم ان هي مفتوحة واللي قبلها كله اصلا مفتوح بالشكل ده، مخالفة للقاعدة، مخالفة ليه؟ للقاعدة، ولكن تجوز. امال اصلها ايه؟ اصلها في القاعدة ايه؟ اهي هنا كده، ركز. اصل القاعده ايه؟ دي القاعده الصحيحه، اكثر الدول العربيه بتكتبها بهذه القاعده، وهذه قاعده صحيحه 100%. في مصر وفي بعض الدول، بعض الدول بتكتب بهذا الشكل، يجوز كتابتها بهذا الشكل، لكن اصلها بالشكل ده. هيئة ليه بقى؟ لأن الهمزة هنا مفتوحة وما قبلها ساكن، وما قبلها ساكن. طيب يبقى الفتحة أقوى ولا السكون؟ الفتحة أقوى ولا السكون؟ ده الفتحة أقوى من السكون، السكون آخر حاجة، أضعف حاجة خالص علامة السكون. يبقى الفتحة أقوى، يبقى تكتب على ألف، لأن الهمزة إذا كانت الفتحة أقوى من السكون، يبقى بس هنا في مصر بيكتبوها على نبرة تحت بند إيه؟ قال لك، بيقول لك لأن إيه؟ الياء التي قبل الهمزة هي أقوى الحروف. ليه هي أقوى الحروف؟ لأن الياء دائما تأتي مد بالياء، والمد بالياء الحرف اللي قبل إيه؟ مكسور، والكسرة أقوى الحركات. شوف مصر فصلتها بهذا الشكل، قال لك الياء ساكنة ماشي، ما اختلفناش، بس الياء في مد بالياء، والمد اللي بالياء الحرف اللي قبليه بيبقى مكسور، والكسرة أقوى الحركات، يبقى تكتب على نبرة. يبقى هي كده صح وكده صح. نيجي نتكلم بقى في موضوعنا بقى، الملخص المفيد خالص للهمزة التي تكتب على ياء أو على نبرة. ثلاث حاجات، إذا كانت مكسورة ماليش دعوة بالحرف اللي قبلها شكله إيه، تكتب على نبرة، تمام؟ إذا كانت مفتوحة بقى، مضمومة، ساكنة، أشوف الحرف اللي قبلها، لو الحرف اللي قبلها مكسور تكتب أيضا على نبرة. طيب تمام، لو قبلها مد بالياء تكتب على نبر. يبقى عندي ثلاث حاجات بكل سهوله، ما اقعدش بقى مفتوح وما قبله مكسور، مضموم وما قبله مفتوح، لا 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 لا، عشان ما اشغلش دماغي وانسى الحاجات دي كلها. الهمزه مكسوره يبقى تكتب على نبر. طب هي مش مكسوره بس اللي قبلها مكسور، تكتب برضه على نبر. طب هي مش مكسوره برضه بس اللي قبلها مد بالياء، والمد احنا قلنا ساكن، تكتب برضه على نبر. متفقين؟ نكمل بقى بقيه درسنا النهارده. ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شاء 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 يبقى الشين، شاء، ولئن شاء كا 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 وليست قا. شوف انا بقول ايه؟ قال قا قلب قلب قا. شوف ما بقولش كا، بقول قا قلب. انما لما امسك حاجه زي ايه، كتاب ك
كي، ما بقولش ق ق قتاب قتاب، ما بقولش قتاب، بقول كي كي. الكاف تختلف في النطق عن القاف، وركز للي بيديك املاء او اللي بيعلمك او اللي بيسمع لك تكتب شيء، لازم يظهر لك اذا كانت كاف او قاف. دي اسمها ايه؟ ده اسمه ايه؟ ما اسموش قتاب قي، لا اسمه كي كي كي. الكاف رقيقه ومخففه، كي تخرج من هذا، اما القاف تخرج من ايه؟ من الحنجره هنا، قي قي. طيب طب هنا بقول ايه؟ لان شكا كا كا، يبقى كا ولا قا؟ كا، ركز. ولئن شكا كا يبقى الكاف. كا اهي. طب ما كتبتش الكاف دي ليه يا استاذ؟ لان الكاف دي يا حبيب قلبي ما بتجيش الا في نهايه الكلمه، ما ينفعش. ولئن شكا شكر 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 ر ر ر كر. نطق الكاف مع الراء يبقى الراء على سكون اهي. قال لي ايه؟ شا كر. شوف الكلمه ايه؟ شا كر توم شا كر توم شا كر توم. نطقت الكلمه على ثلاث مقاطع صوتيه. ها شاكر تو تو، يبقى التاء تو وليس طو. ما قال ما قلت شاكر طوم طوم، قول شاكر تو تو تو. خرج ايه؟ خرج الحرف من ايه؟ بدايه ايه؟ تمي او فمي تمي. ها شاكر تو تو، انما مش ايه؟ مش طو طو من حجر ايه؟ اه لان شاكر تو تو يبقى التاء تو. كتبت التاء احط على حركه بتاعت حركتها ايه؟ تاء. قال لي شكرتا ولا شكرتي ولا شكرتو؟ تو، يبقى التاء على ضم. ولئن شكرتم تم تم م م م م ميم اهي، ميم واضحه خالص. شكرتم قال لي تم، يبقى الميم عليه ايه؟ برافو عليك، عليها سكون. ولئن شكرتم، ركز في اللي جاي، لا لا أزيدنكم، لا بالله عليك، أنه حرف اللي نطق في الأول؟ اللام ولا الألف؟ ها؟ لا مش الألف، أنا قلت لا لا، يبقى اللام. ركز، اللام لما تأتي بعدها ألف هديها لك بشكل جميل جدا، لا أدي اللام وجاء بعدها ألف. اوعى تقول لي همزة، اوعى تقول لي همزة، لأن إيه؟ لا اللام دي أصلا زائدة عن الكلمة، بعيد خالص عن اللام بتاعتنا الأولانية خالص. أصل الكلمة إيه؟ أزيدنكم، ها؟ يبقى مفيش همزة هنا، لا هعمل اللام إزاي؟ هعمل اللام زي الالف كده بس ما يوصلش على السطر. ركز. وهعمل اللام ديل صغير جميل كده. اهو على السطر اهو. بالقلم العادي؟ اه بالقلم العادي اهو. اذا كان واضح او مش واضح مش واخد بالي. دي اللام. هي لازم تكتب كده؟ لا يا سيدي مش لازم تكتب كده، بس اكتبها لي صح. الألف بقى، شفت الكاف ماشية عاملة ازاي؟ شايف الكاف؟ أهو أنا هاخد الحتة دي بس. مش هاخد دي. أهي. وأوصلها على السطر. وأعمل لها إيه؟ اتصال باللام أهو، قاعدة أهي. ولئن شكرتم لا يبقى لما اجي انطق دي بقى انطقها ايه؟ لا ولا لا لا لان اللام كتبت الاول اهو، اهي واضحه خالص اللام في الاول اهو، لا ولئن شكرتم لا 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 زي زي وليست ذي
مش من الحروف اللثوية. الحروف اللثوية اللي هي الذاء والظاء والثاء. انما هو ايه؟ لا ازي زي، يبقى ازاي؟ ها مين اللي فاكرها؟ اللي عاملة زي الراء كده وعليها نقطة. برافو عليك. لا ازي زي، ما حطيتش لساني ما بين اسناني اهو، ما قلتش ذي، قلت زي زي زي. قفلت اسناني، قفلت فكين، قلت زي. ها يبقى ازاي على تحتها ايه؟ كسرة. لا ازي لا ازيد زيد لا ازي. الله على المد الجميل. مد بايه بقى؟ بالياء. برافو عليك. لا ازيد د د، يبقى الد. د يبقى الد المفتوحه. لا ازيدن دن دن. يعني ايه يا استاذ؟ دلو ايه؟ دلو نون. برافو. لأزيدن اهي دن، يبقى النون اهي. ها النون عليه ايه؟ دن، يبقى النون عليها سكون. بس قال ايه؟ لأزيدن دن. اوعى تكتب كمان نون. طالما بدأ بالحرف ساكن وتكرر الحرف تاني يبقى الحرف ده عليه شده. يبقى الشده هي الحرف النون الساكن. لأزيدن ها نا، يبقى النون الثانيه مفتوحه اهي. لأزيدن ها كم كو كو، وليست قو، ما قلتش قم، لا قم قم للمعلم وفي تفجير. كم كو كو كو، يبقى الكاف عليها ايه؟ الكاف ها عليها ايه؟ الكاف كو، يبقى الكاف عليها ايه؟ ضمه. برافو عليك. كم كم ما ما كم ما 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 ميم، ايوه خلاص اهي كم، يبقى النون عليه ايه؟ سكون. ركز معايا وهنقرا الحروف دي. ادي حرف 2 3 4 5 6 7 8. وبالامس كان في كلمه مكونه من 9 احرف، وادي كلمه 1 2 3 4 5. سهل خالص. هعمل ايه؟ اقرا الكلمه قدامي اهي، انا ما اتعلمتهاش، هعمل فيها ايه؟ هحددها الاول. احددها ازاي يا استاذ؟ الساكن مع اللي قبله، هشيل تحته الخط، احدد الاول في مد هنا. ايوه يا استاذ. ازاي فيها مد بالياء اهي؟ طالما حددت دول يبقى اي حرف من دول هيقرا لوحده. يعني ايه؟ يعني يقرا لوحده يعني هقرا حرف اللام واقف. لا اهي لا ها آ، يبقى لا آ. ما انا قلت، ما انا قلت يا استاذ لا آ. لا ما هي لا آ انت قريتها برضه في مقطعين اثنين. لا آ لا آ زي زي ها دا نا كم. لا آ زي دا نا كم. لا آ زي دن نا كم. ها لا أزيدن. الدال هنا نطقت مع ايه؟ مع النون. لا يا استاذ ما نطقتش مع النون. ليه؟ مش النون عندي عليها شده؟ يعني في هنا نون ساكنه صح؟ ونون مفتوحه صح؟ يبقى الدال نطقت مع النون الساكنه. اه لا أزيدن. وانطق النون الثانية مفردة اهي. نا كم لا أزيدنكم. ها هاخد هنا الساكن مع اللي قبله. في مد عندي؟ لا مفيش مد خالص، يبقى الساكن مع اللي قبله. يبقى اللي فاضل ده اسمه حرف متحرك، يعني ينطق لوحده. اه يعني ينطق لوحده، يعني انطقه واقف. شا، بس هاخد بقى الاثنين دول مع بعض. ما اقولش شا كارا، لا لا لا. شا كر كر. ها ودي برضو مع بعضيهم. توم توم شا كر توم شاكر توم شاكر توم. ها فين الساكن مع اللي قبله؟ اهي
الالف المكسوره الهمزه مع النون ان. طبعا انا ما اعرفش اذا كان الفيديو خلص قبل الاملاء ولا لا، ماشي، هنقول برضو الاملاء، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. عايز اشوف كلمه فترضى هتكتبها ازاي. اي تواصل اي استفسار 010-211-69941 او من خارج مصر 00-210-211-69941. وتحياتي الخاصه لابراهيم ونور، ابراهيم ونور، تحياتي الخاصه لابراهيم ونور، ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين ويحفظهم من كل سوء، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.